سنعمل ديران دولة براغماتية. وأنا أرى ذلك، طبعا أرى ذلك، ودليلي أنه يعني هو أساس قبل حرب غزة وحصل اتفاق الدوحة مع إيران، بين إيران وأمريكا، يعني حصل اتفاق حتى مع حزب الله. حزب الله اعترف بالحدود البحرية، حزب الله كان ظاهر باتجاه التسوية السياسية، مش مواجهة حربية. إيران ليس من مصلحتها أن يأتي ترامب، وأن حدوث هذه الحرب لا يصب على المستوى الاستراتيجي مصلحة إيران. أنا هذا ما قلته في الإعلام، يعني أنا أعتقد أنه إيران يقف ترامب على الأبواب الآن، ماذا تفعل؟ وبايدن هو يعتبر، يعني مش بايدن فقط، يعني الديمقراطيون بشكل عام، إيران دائما تستقوي في عهد الديمقراطي، لأنه الديمقراطيون لا يريدون الدخول بحروب، ويعني يفضلون الدبلوماسية على الحصار الدبلوماسي، الحصار الاقتصادي. وإيران لديها قدرة على التعايش مع هذه السياسات الأمريكية، مش السياسات الضاغطة كما فعل الجمهوريون في عهد بوش وفي عهد ترامب. فلذلك ليس هناك مصلحة لإيران في هذه اللحظة بالدخول بإضعاف حظوظ بايدن في الداخل الأمريكي، لأن ترامب هو البديل. والإيرانيون تقريبا، إيران هي من أكثر الدول معرفة بفلسفة التناوب، أنا أسميها الأمريكية فلسفة التناوب، يعني هم يفهمون كيف يتعاملون مع الديمقراطيين ويفهمون كيف يتعاملون مع الجمهوريين، يعني لديهم سياسات خاصة بالطرفين. فهذا ما حصل الآن، إيران بدأت تخسر أدراحها، يعني بدأت الحماس التي كانت تستخدمها والحركات الفلسطينية لتحقيق ضغط على إسرائيل وأمريكا الآن محاصرة، ويعني في حرب، يعني حرب بقاء. فهذا لا يسبب المصلحة الإيرانية. بالمقابل قدرات النفوذ الإيراني والحركات التي تدعمها إيران، كانت إيران تركز على أن تبقى مخفية، يعني أن لا يعرف أحد، لا أحد يعرف قدرات البروتين، لا أحد يعرف قدرات حزب الله، لا أحد يعرف قدرات الفصائل العراقية. ولكن الآن عرفت، يعني فهمت، استدعمت كل شيء، كل شيء يعني بسنة واحدة عن غزة. فلذلك أنا أعتقد إيران فكرة الحوار مع أمريكا وفكرة الاتفاقات دائما حاضرة، يعني حتى القصف الإيراني لإسرائيل ايضا كان باتفاق، يعني اعلنوا الجانب الامريكي وقالوا ان نحن لا نريد حرب، وهو رد على، يعني حتى في الحرب ايران تتفق، حتى بالاستهداف العسكري يكون مبني على اتفاق سياسي ثم يحصل استهداف عسكري. فايران بكل تاكيد الدبلوماسيه حاضره، والعسكري والعسكرتاريه ايضا حاضره، يعني تشتغل بهما معا، فهمت شلون سنعمل؟ طيب. فممكن ان يحصل اتفاق، يعني خصوصا إيران في هذه اللحظة تحتاج يعني الدعم الاقتصادي.